مبروك عبد الله محمد من مدينة سبها ليبيا، طالبة دراسات عليا لغة إنجليزية ومؤسسة مركز دو للتدريب والتطوير في سبها. حسيت إني فعلاً لازم ندير مشروع فعلاً يقدم الخدمات اللي أنا نتمنى لو أنا تحصلت عليها من لما كنت صغيرة لتوا. فقررت إني نأسس مركز دو ونوفر فيه الخدمات هذه. طبعاً في الجنوب الليبي التركيز على التكنولوجيا، التركيز على اللغات، تقديم تدريبات وخدمات ذات جودة عالية كان فيه نقص شوية. فسبب هذا خلاني إني نحاول نركز على الحاجات هذه ونحاول نقدم خدمات هاي كواليتي باش نرفع من المستوى هذا ونوفر نفس الوقت للشباب فرصة إنهم يتطوروا أكثر في المجالات هذه ويتحصلوا على حاجة كواليتي خلينا نقول تقارب الحاجات اللي موجودة برا ليبيا أو برا سبها. مركز دون اعتبره من أهم الإنجازات اللي قمت بها في حياتي، ونشكر طبعا الفريق من الشباب الخبراء والرائعين جدا اللي ساهموا معايا في المركز. أكيد المرأة الليبية عندها قدرات كبيرة وتقدر تدير أي شيء، بس محتاجة أن يؤمنوا بها أن هي فعلا تقدر، ومحتاجة أن يعطوها الفرصة ما يمنعوهاش من أنها تشارك في المجالات هذه. هذه الحاجات الناقصة للمرأة. حاولوا إحنا نعطوا نموذج صورة كويسة للمرأة في المجالات هذه، وفي نفس الوقت ناخذوا بيدين النساء الراغبات في الدخول في المجالات هذه، ناخذوا بيديهن نساعدوهن نقدموا لهم كل الفرص اللي محتاجتهن باش تقدر تتمكن في المجالات هذه. أكثر نصيحة ممكن نعطيها للشابات في إنهن يؤمنن بأنفسهن، إنهن ما يقولنش إن الحاجة هذه مستحيلة.